صالح، يوسف الثنية، وخالد اسماعيل، الذال الدوسري، وماشي الذال بمر الحلوة الى يوسف الثنيان في الجناح الايمن. يوسف بيعدي من واحد وبيرفع رضيع. يوسف الثنيان، يوسف الذال، يوسف الذال، يوسف التماس حكم المباراة. يوسف الثنيان حاول يعدي، فعلا بيعدي من واحد من اثنين، لكن لعبة سعد مبارك. برافو سعد. في الناحية الثانية لعبة سريعة، يوسف الثنيان حلوة، فهد بيعلي بالعرض برا المنطقة شوية، تصلح وتجهز المرمى. يا سلام يا سلام يا يوسف الثنيان، كرة حلوة، هجمة فعلا مرسومة، اشترك فيها تقريبا كل الفريق الهلالي حتى كرة دي عرضية وبالكعب. يا 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 لسه الكرة في اللعب. عبد الرحمن يوسف بيعلي في المرمى، في المرمى. كرة جميلة بالرأس يغطها في عمق المرمى النصراوي، مرمى النصر من الأمارات. عبادي، ثنيان، يوسف، 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 يوسف. لا دي لا، هذه بعيدة. وكان دوسري الذال ليوسف الثنيان. يوسف حط على الأرض حلو للتخيفي، منطلق من بين بالعرض. يوسف الثنيان رجع وتقدم التخيفي للامام، وده دي كره القدم مناوره وسريعه وطويله. سعد مبارك، يوسف الثنيان، يوسف ماشي، يوسف بيلعب بيتابه غلط، توصل له الى يوسف الثنيان. يوسف بيعلي، سعد مبارك هيحطها يتهيألي في يمين حارس المرمى، هيحطها في يمينه، بيحطها في يمينه، بيحطها في يمينه، وبيسجل الهدف الثاني في الدقيقه 41. الهدف الثاني في الدقيقة 41، صالح النعيمة، دقيقة 41 من الشوط الأولاني. الهدف الثاني شايفين حطه على يمين حارس المرمى، طويلة لعب ليه يوسف ثنيان، طويلة على يوسف وبيلعبها عرضية وبيلقطها. يا سلام يا يوسف، لاعب لا ييأس إطلاقا، هذا شخصيا قلت الكرة دي طويلة عليه وبعيدة. قام بسرعة، قام بسرعة ويبغى ياخذ تماس ذكي، لانه عارف انه التماس ما فيه تسلل حتى لو كان على خط المرمى. تماس قائد فريق النصر، عبد الرحمن يوسف الثنيان، يوسف الثنيان، يوسف، يوسف بيعدي وبيمرر صح، وفي خطا عبادي، طويله بياخذها يوسف الثنيان، بياخذها يوسف، وفي شد لصالح يوسف الثنيان، في شد لصالح يوسف الثنيان. الحكم بيقول الزاويه، فهد المصبيح رقم 6 وقدامه عبد الكريم خماس قائد الفريق، فريق النصر عاليه وبتعدي وفي العارضه وترجع مره ثانيه. يحط كوره حلوه ترتد ويسجل منها الذال الدوسري الهدف الثالث في الدقيقه 9. اخيرا الذال جمع الكور الضايعه، الفكه الانص، لاعب كبير، لاعب كبير، التخيفي يتمناه اي مدرب. والثنيان كره حلوه لعبد الرحمن، عبد الرحمن. والان اعلى نسبه الهلال 8 اهداف في المرمى. عبد الرحمن اليوسف بيسجل في الدقيقه 20 الهدف الرابع، اذا فهو عبد الرحمن اليوسف صاحب الهدف التاسع. عبد الرحمن اليوسف بيسجل الهدف التاسع لنادي الهلال، ويصبح الهلال صاحب اعلى نسبة اهداف حتى الان. يشوط عشان يختبر عبد الرحمن محمد. الثنيان، 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 وبيعدي، بيعدي، وعرضية وتصطدم وتطلع ضربة زاوية. ضربة تتنقل إلى يوسف الثنيان، يوسف، يوسف يحاول يعبر، يحاول يعدي، يا سلام! عبور مقصي جميل، تبديلها في الأرض، الناس اتعودت تبدل في الهواء وهذا بيبدل في الأرض. بيجري 4 مهاجمين وبينطلق من وسطهم يوسف الثنيان، يوسف حتشوط في المرمى جول. حلوة وطالع الأهلي قبل شهرين ثلاثة
يوسف الثنيان وبالعرض في الجول جول. حسب توقيت استاد رعاية الشباب الرياضي في الملز، عبد الرحمن بيضيف الهدف الخامس. كان بيجرب وقال لازم اجرب، قال له عباد يجرب، جرب وجرب وسجل الهدف الخامس. عبد الرحمن اليوسف في الدقيقة 40 حسب توقيت الساعة هنا، نطرح منها 6 دقائق او 5 دقائق. هذا عبد الرحمن وما يقدر يصدها حتى لو كان طيب محمد في المرمى.